تعالوا نتكلم عن مومية استراليا اللي وراها حكايات كتيرة جدا، من خلالها هنغير طريقة تفكيرنا اتجاه الحضارة المصرية القديمة. مساء الجمال على احلى متابعي قناه مصر جميله مع نيرفانا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بصحه وبخير وبسلام. طبعا انتوا عارفين انا بحب جدا اتناقش معاكم في مواضيع اثريه ما بتبقاش موجوده على الساحه ومحدش بيتكلم عنها، ومن خلال المواضيع دي احنا بنفكر كاثريين، وده اللي انا عايز اعمله، ان انا عايزاكم تفكروا زينا عشان تعرفوا ان ممكن يبقى الاثر من بره حاجة ومن جوه حاجة تانية خالص، وياما معلومات اثرية كنا فاكرينها حاجة ومع الدراسات والتكنولوجيا اللي بتطلع اليومين دول بتطلع حاجة تانية خالص. ومش معنى ان احنا لقينا اثار بتعود لعصر معين ان لازم كل الاثار دي كلها بتعود لنفس الحقبة، يعني بيحصل حاجات غريبة على مر العصور. انت بتتكلم عن اثار بقالها 7000 سنة موجودة، ممكن يحصل نوع من انواع العبث فيها على مر العصور، وده اللي حصل مع الموميا اللي انا هتكلم عنها النهاردة. هي موميا فريدة من نوعها، مفيش زيها ابدا ابدا ابدا. ايه السبب انها هي فريدة من نوعها؟ لان الموميا دي يا جماعة متغلفة بتابوت من الطين، ودي حاجة ما شفناهاش كتير. يعني ايه متغلفة بتابوت من الطين؟ الطبيعي ان احنا نلاقي الموميا جوه تابوت صخري، ده حاجة عادية، من الصخر ده لقينا كتير، او من الخشب ده حاجة عادية برضك، او من الايه، او من الكرتوناج، احنا لقينا توابيت كتير. لكن ان احنا نلاقي موميا متغلفة بالطين، ايه السبب وايه اللي خلى الموميا دي متغلفة بالطريقة دي؟ طب هل الطريقة دي كان لسبب ديني ولا لسبب علمي؟ وده اللي احنا بنعرفه. طيب هل الموميا دي فيها اسرار تانية غير حكاية التابوت الطيني؟ ده اللي احنا هنعرفه في حلقة النهاردة. الحكاية بدأت امتى؟ تعال اقول لكم. الحكاية بدأت سنة 1860، كان في واحد اسمه ايه، تشارلز نيكلسون، كان موجود في مصر، شاف تابوت خشبي عجبه الراجل اشتراه. طبعا انت هتقولي دلوقتي نيرفانا انت بتقولي تابوت طيني، اصبروا بس على رزقكم نعرف بقيه الحكايه. الاستاذ تشارلز اشترى الموميا دي بالتابوت اللي هي محطوطه فيه التابوت الخشبي، وراح بلده استراليا، وبعد كده اهداها لجامعه سيدني. شايفين الناس العسل، تشتري وتهدي، مش احنا لو مش عايزك. واهداها الجامعة واهداها المتحف سيدني. طيب فضلت موجودة في متحف سيدني لغاية سنة 1999، وبعد كده بدأوا يجروا عليها دراسات عشان عايزين يعرفوا ايه اللي ورا التابوت ده. التابوت الخارجي لوحده عمره مختلف عن تابوت الطيني اللي موجود جوه الموميا ذات نفسها. طيب هل الكلام ده كان ينفع يتعرف وقتها اللي هو سنة 1860؟ لا ما كانش يتعرف. ليه تعرف اليومين دول؟ لان دلوقتي بقى في تكنولوجيا، بقوا يعرفوا ايه الحاجة واصلها وفصلها. لما جم عملوا عمر الخشب اللي بره لقوا ان التابوت ده عصر مختلف تماما. لما جم بقى وخلوا بالكم التابوت من الخشب، فالتابوت الخشبي ده سهل ان احنا نقيسه بالكربون المشع. طيب جم بعد كده يشوفوا التابوت او الغلاف الطيني اللي حوالين الموميا، كان في غلاف طيني كان المصريين القدماء ممكن يحنطوا بيها المومياوات الملكيه، الكلام ده في عصر الاسره ال21. ان احنا نلاقيها بالمنظر ده الموضوع هنا اختلف، فلازم نفكر بطريقه تانية. ايه هي؟ لازم ندرس الموميا دي، طبقات الموميا دي ايه. المهم لازم قبل ما ندرس لازم ندرس اللي بره الاول. لقوا ان الغلاف الخارجي ده مكتوب عليه كتابات كتيره، الكتابات دي لقوا عليها اسم صاحبه الموميا دي
وحاجات خاصة بيها، زيه زي بالظبط التابوت الخشبي أو تابوت الكرتوناج اللي كان المصريين القدماء بيستخدموه. طب يا نيرفانا، أنت قلت دلوقتي إن التابوت الخشبي عمر مختلف عن عمر الإيه الطين أو عمر لفائف الكتان الملفوف بها الموميا، وهم درسوا كل الأعمار اللي موجودة في كل المواد العضوية اللي موجودة. ليه؟ تعال أقول لكم. كان بيحصل ايه بقى في الفترة اللي كان بيتم فيها بيع الآثار اللي هي القرن ال 18 والقرن ال 19؟ كان لما بيلاقوا موميا ملهاش تابوت كانوا بيحطوها جوه تابوت تاني ملوش علاقة بيه خالص، بس كان فاضي علشان يزودوا من السعر، عشان ما تاخد موميا كده على ايدك وتسافر بيها، لا ما هو لازم تحط جوه باكج عشان تاخدها. طيب هل هنجيب منين بقى العلبة اللي هنحط فيها التابوت؟ ما فيش احسن غير من التوابيت بتاعت المصريين القدماء، ونعلي من السعر شوية. يبقى الراجل من دول يجي يشتري التابوت بالموميا، وده عصر وده عصر. الموضوع ده اكتشفوه امتى؟ اكتشفوه لما لقوا ان التوابيت مختلفة عن أعمار المومياوات اللي جوه، فعرفنا الموضوع ده. يعني معنى ذلك إن احنا ممكن نلاقي آثار كتيرة جدا بتعود لعصور قديمة، ونلاقي جواها آثار بتعود لحاجات أحدث. ده نتيجة لإيه؟ ده نتيجة لإيه؟ نتيجة للسرقة. نتيجة لإيه؟ نتيجة لتعقب الزمن. فمش معنى إن احنا لقينا مثلا جوه حاجة عمر غير عمر مختلف إن ده إن الحاجة دي عمرها كمان مختلف، لا، دي حاجة غير الحاجة. عشان كده الناس اللي بتقول ان احنا لقينا جوه الهرم حاجات عمرها مش بعمر الاهرامات، اذا الاهرامات عمر يعني، فقالوا كده قصة غريبة مش عارفة لها يعني اولها من اخر. ما هو عادي، ما بتحصل. يعني معنى ذلك ان الموميا دي نقدر نعرف منها معلومات مش هتكون مجهولة بالنسبة لنا، بس هي لما جم اجروا عليها دراسات لقوا ايه؟ لقوا ان اسمها مروي او مروة، ولقوها ان هي ست انثى امراه وماتت في سن صغير، يعني قولوا مثلا ايه 36 سنه كده. وكمان لقوا ان التابوت الطيني ده مطلي من فوق بطبقه من الكالسيت الابيض اللي هو كان بيتحط على الطبقه الخارجيه للاهرامات، حجر جيري كده لامع، وبعد كده طبقه من اللون الاحمر. وده ليه؟ علشان يعملوه زي الكرتوناج وينقشوا عليه النصوص الدينية أو الحاجة اللي خاصة بالعالم الآخر أو معلومات خاصة بالموميا، ما هم لازم يعملوا الطقوس الدينية الخاصة بيهم. طيب الموميا دي في جوه طبقات، ايه الطبقات دي؟ طبقة من لفائف الكتان اللي كان لازم يتلفي بيها الموميا، ما هو ما ينفعش بعد الشغل ده كله يا جماعة ما نلفهاش في ورق لفائف الكتان. لفائف الكتان دي لما جم قاسوا عمرها لقوا ان عمرها من 1000 سنة ل1200 وحاجة سنة، يعني الموميا دي مش قديمة، حديثة نوعا ما. عايزين بقى نعرف هل دي كانت طريقة التحنيط في الوقت ده؟ هل دي ليها سبب تاني؟ ده بقى اللي احنا هنعرفه، بس اصبروا عليا شوية. دلوقتي احنا عندنا كل الطبقات دي، عرفنا ايه تاني استفدنا منها من دراسة الموميا؟ لقينا ان الغلاف الطيني ده المصريين القدماء برضو كانوا عندهم حركات كده حلوة بيستخدموها في الصناعة علشان يحافظوا على جودة الصناعة. كانت عبارة عن طين وقش. ليه بيحطوا قش؟ عشان القش يخلي الطين يمسك نفسه، وبعد كده طبقة من الكتان علشان الكتان ده هو اللي هيفرد الايه كل الشغل ده، وبعد كده طبقه كمان من الطين والقش. فاحنا كده عندنا 3 طبقات كونت عندنا تابوت طيني وغلاف طيني يحيط بهذه الموميا لحمايتها من الاضرار اللي ممكن تتعرض ليه. المصريين القدماء في المرحلة دي استخدموا الطريقة دي علشان يحافظوا على الموميا من السرقة أو التدمير أو، لأن في المرحلة السابقة كان بيحصل تدمير للموميا، وده كان بيخلي المتوفى ما يقدرش يوصل للعالم الآخر. بس الموميا دي بالذات كانت ظروفها مختلفة. ليه بقى؟ لأن هما لما نزلوا جوه خالص يشوفوا الموميا لقوا إن الموميا ذات نفسها متعرضة لأضرار كتيرة جدا، مش عارفين بقى قبل الوفاة ولا بعد الوفاة، التدمير ده كان عن حادثة ولا عن عمد ولا هي كانت مريضة، خاصة إن عمرها ما كانتش كبيرة إنها تموت في المرحلة دي. فهنا بقى برضو الموميا دي احنا دلوقتي عايزين نعرف هي ماتت ازاي. مع الاسف ما عرفتش هي ماتت ازاي، بس اللي انا عرفته ان الغلاف او الطبقه الطينيه اللي في الاخر دي علشان يحموا الموميا ويجمعوها بقدر الامكان، لانها كانت اصلا متضرره خلقه، فيعني حرام يعني مش هتوصل كده لعالم اخر، لان كان المصري القديم مؤمن ان لازم الانسان يوصل كامل في العالم الاخر علشان نفس جسمه ده هيخوض المراحل
يدخل بجسمه الجنه، يعني يدخل بالتكوين بتاعه الجنه. فالبام مش هتتعرف على الجسد، فبالتالي مش هيحصل عمليه التقاء البام مع الجسد. المصريين القدماء عندهم فكر ده، ان البا لما ما تتعرفش على الجسد البا هتفضل سرحة في عالم الارواح، وساعتها هيكون ملعون او ساعتها هيكون هائم على وجهه. وده السبب ان احنا لغاية وقتنا هذا احنا كمصريين، وممكن تلاقي بعض الشعوب مؤمنة بنفس الايمان بتاعنا، ان الانسان لما بيموت مقتول او مش ميت موتة مستريحة او 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 جسمه تعرض للتشويه، يعني الانسان اللي بيتقتل بيبقى جسمه معرض للتشويه، فبالتالي جسمه مش هيبقى كامل، فتلاقي يقول لك ايه ده عفريته او روحه هتكون في مكان. وده نفس الفكرة عند المصريين القدماء، فعشان هم الارواح ليها اماكن لازم تروحها، لازم تتعرف على الجسد الاول فتروح عالم الارواح سالمة غانمة، وما يخافوش من اي حاجة تانية، وما يخافوش من الحاجات اللي ممكن تطلع بعد الموت. فهنا الغرض من الغلاف الطين ده ان هما يحموا الموميا من اي عمليه تدمير ممكن تحصل لها بعد حياه الدنيا. مين بقى اللي عمل الدراسه دي؟ اللي عمل الدراسه دي جامعه اسمها ماكراي، ودي موجوده في استراليا، والدكتور على عمليه الدراسه كان اسمه كارين سوادا، هو اللي عمل الدراسات على الموميا دي، وهو اللي طلع كل المعلومات دي وتم تسجيلها وتم دراستها كنوع من انواع ان دي من ضمن الحالات اللي احنا بنلاقيها في المومياوات. مفيش حاله ثابته. المصريين القدماء زي احنا دلوقتي، احنا ما عندناش حاله ثابته. مش معنى ان مثلا واحده ماتت مقتوله والتانيه ماتت مقتوله يبقى هما الاثنين ده كان في مرحله قتل في المرحله دي، لا، او دي مثلا متحنطه بطريقه مختلفه عن دي يبقى دي غير دي، او دي مش من هنا، او الكلام اللي الواحد بيسمعه. دي كلها دراسات يا جماعه، مش قاعده ثابته. فكل حاجة بتضيف لنا وبتعرفنا حاجات وبنعرف معلومات وبنسجلها. وده السبب ان انا بقول لكم المواضيع دي، علشان دي كلها بتدينا غنى في المعلومات. ودي كانت حلقة النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتنتظروا مني كل ما هو جديد وتتفرجوا على كل ما هو قديم. وشكرا جدا على متابعتكم ليا.